مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. شد بابا علي ليشه ديالي، شد بابا ديده، بيزو مون كور، ما ناقصكم خير. يا نرجعوا لالا على البيزو، يا لا بيزو، يا لا سير اختي وجهك. شنو بغيتو نجيب لكم؟ ديس. شنو خصك؟ شنو خصك؟ دا موسي دي كوا؟ دي سكوب. C'est quoi ça les soucoupes? C'est la boîte. Les soucoupes volantes, la boîte ronde. Fais une photo, envoie-moi par WhatsApp. D'accord. Tu dis que nous mizianin, on marche comme becher, on s'arrête comme la baisse. Voilà, on va aller marcher une sacher, donc qui est comme Maya. Maintenant, on va rouler les courses. Allah, bismillah, tout le monde. Je suis avec Maya d'abord le soir. Les gens qui font cette journée, chaque fois le soir. Je suis pas là quand juste une fois par semaine, à quel temps? Le week-end. Quand juste le week-end, on a le temps de la journée, quand c'est hamra. طبيعي يعني كورس من الاحسن ما يكونش الويكاند، غير اللي مشغول بزاف وخدام وما عندوش الوقت. كتكون الدنيا عمرو حتى الصخرة ما كتلقاهاش حتى على خاطر. شوفوا هنا ها لي بلاص لعلا كترضى. فوالا سوبر سوبر بنات. شوفوا معايا دغيفت كبير، هذاك حلقتوني تلقيت سهام، وهذا دغيفت ابيض. ياك انفو سوسو عيطت لك تينا عاد كتقول لي ميزه. نورمالمون كتبع 8 أورو 60، ولكن باش تعرفوا التخرم كل غيت وكاو بنات اللي ما كيعرفوش وليدي الله جو راه هذا هو الثمن الاصلي. ملي كتعيطي لي تليفونك كيصوني عليا والله. ملي كيكون ابتداء من جوج هما كتب لك هنايا الا ديتو دو بياس من هادو مثلا ولا ثلاثه من جوج الفوق كيولي يطيح لكم غير ب 5 أورو و59، كيحيدوا لكم ناقص 35%. فهمتوني؟ دونك هذا دغيف الكبير هما عاملين فيهم بخومو. انا كنستعمل لي بوت حيت بنتي ما كيعرفوش العبار دي فوا سي كدوز لا ماشين، الا حطيت لهم هذا ما غيعرفوش العبار الاخرين لي بوت كيخشيو جوج وصافي. مي هكذا باش تعرفوا. بحال هنايا كاين واحد اخر كان ب 7 اورو ابارتيغ دو 2 3 أورو ونص، هذا هو الثمن ديال الكولغيت. الا ديتو ابارتيغ ديال 4 ديال الباكيات اللي عنده الاسره كبيره وكياخذ ستوك غادي يولي يطيح لك غير ب 5 أورو. حنا في لوكال ديالنا غير جوج كنديو مثلا، مي سي كوميم انتيريسون. فهمتوا؟ دائما فاش تشوفوا التيكي حمر اكسيون تيكي حمر شوفوا ابتداء هنايا ابارتيغ دو جوج ابارتيغ دو 4 شحال غيطيح لكم، هذا هو الثمن. المهم خاصها تكون عندكم لابليكاسيون ديال اكسيون ديال كولغوت كتيليشارجيها دغيا ديال اكسترا ديالهم كتيليشارجيها في التليفون باش كتبينيفيسي من هاد لي برومو اللي عندهم. فوالا كاين هذا مثلا، هذا شفتوا هذا الكبير وهذا بجوج باغ اكزومبل. الوغ هادو بجوج نورمالمون كاملين 8 اورو الواحد، الا ديتي جوج غيطيح لك ب 5 أورو و93 الواحد. صافي دير هادو بجوج بهم غيطيح لك شي 11 وشي حاجه. دونك قبل ما نوريكم شنو جيت معايا ونرتب السخره ديالي غادي ندوز نوجد الماكله. نعمل بعدا غير هادشي يطيب في الفران، غادي نوجد واحد الشوربه اللي ساهله شحال هادي كنت بارطاجيتها معاكم فنا. واستغلوا لي دابا بان بما ان الموسم ديال القرع الحمراء هاد البوتيرون هذا الحلو، استغلوا لي هذا الموسم هذا وكلهم بزاف. اولا كيكونوا منفعين اكثر، يعني كيكونوا صحيين اكثر لانهم ديال لا سيزون، اي اون بلوس حتى لو بري ديالهم كيكون تري انتريسون. وهادو اللي اونبول هكذا كيكونوا حلوين بزاف كيحماقوا عليهم الصغار. دونك غادي نرضى بعدا الطيب عاد ندوز نقاد السخره ديالي باش نجي في التايمينغيه هذيك مع ولادي. هنايا عندي 6 ديال البصيلات صغار بحال لا قلتو، جوج بصلات كبارين نيت. المهم البصله شحال ما عملتو كل واحد على حساب الكونتيتي سويتي. انا حيت كياكلو زلافا الواحد ما كياكلوش منا بزاف، داكشي علاش ما كنعمل معانا ماش بزاف باش غنعاود ناكلو حاجه اخرى ان شاء الله. دونك غادي نقطع البصله ديالي شحال هادي الغزالات. كنت كنقطع البصله رقيقه ونشحرها مع الزبده حتى هاد الطريقه كتجي فنه الا ما بغيتوش دوزو مع هاد الطريقه اللي غنوريكم. دونك قطعوها لي صغيره متقطقه، عملوا فيها الزبده من الحال بزر وخليوها تشحر مزيان. ضروري البصله في اي سوب عندكم واخا تعملوا غير لا سوب ديال خيزو شحروا مزيان البصله مع الزبده، مع الزبده احسن من زيت الزيتون كيجي المذاق ديالها كريمه، وخصوصا الا كنتو غتعملوها فلوتي وتزيدوا عليها لا كريم ولا الحليب الكوكو ولا اللي بغيتو. غير تشحر لكم البصله مزيان وطيح، عاد زيدوا عليها الخضيره ديالكم اللي بغيتو تعملوا. واخا غير البصله وخيزو كتجي كتحمق الشوربه مع شويه ديال لا كريم في الاخر. انا هنا شنو غادي نعمل؟ وي مامون نقطع البصله ديالي هي الاولانيه، غادي نفرشها في المول اللي غيكون الفران. وفيت بغيت يكون فيه هذاك النسيمه ديال المدخن، فهمتوا؟ داكشي علاش غادي ندوز من الفران، مي ماشي ضروري هاد الطريقه هادي. هاد الطريقه كتجي حتى هي زوينه ابري سينو الطريقه الكلاسيكيه حتى هي كتجي بها الصوبه كتحمق، لان الحليب الكوكو مع البوتيرون اللي هو حلو مع الحليب الكوكو كتجي فيها واحد المذاق اسيوي كيحمق. تقدروا تزيدوا فيها شويه بطاطا حلوه كيف ما تزيدوا فيها بطاطا عاديه، كيف ما تزيدوا فيها شويه ديال الخيزو، كل واحد يعمل اللي يبغى. انا هذه ديال القرع حمراء كتعجبني نعملها غير مع البصله والقرع حمراء باش نذوقوا المذاق ديال لو بوتيرون. فوالا بحال هكذا غادي نفرش الخيله ديالي باش هي كطيب في الفران وانا كنحط سلعتي سخرتي زعما غير شويه السخره. جبت صاحبتي سيام اللي تسخرت بزاف سخره كبيره، انا يلاه تسخر امي جبت غير حويجات هكذا وصافي. صافي دابا من بعد ما قطعت البصله ديالي غادي نعملها على جنب
وغادي ندوز للقريعه ديالي مقطعه دونك غادي نخويلها الوسط ديالها بيان سور عندي مخصوره القرعه خويها مزيان القريعه فوالا بحال هكذايا كذلك لوط كوتي جهه اخرى كنعيط عمتي مسكينه الدرسه كتحرقها عرفتي كيفاش بقى دابا تفكرت عرفتي شنو تفكرت تضحكوا عليا تفكرت انني وليت كيخرجوا لي مصطلحات بالفرنسيه وانا نقول في بالي اي واحد ما بقيتيش كتشوف عماتك شحال مشيتي للمغرب وانا نتفكر عمتي مريضه الدرسه كتحرق ناري هاد الدمغه عندنا حنا النساء ما كيبقاش الله يستر فوالا بحال هكذا انا بقيت اخويت لاوس ديالها غادي نحيد كذلك هادو شوفوا طريه علاش كنقول لكم فيما يكون شي موسم استغلوا لي هذيك الخضره ديال الموسم كتكون فريمون طريه عرفتوا كتهرس يدي تلمون طريه غادي نقطعها كذلك الا بانت لكم شي لعيبه بحال هكذا مثلا حيدوها بالموس باش ما تاكلوش شي المضروبيه ماشي مضروبه ولكن جو بريفير نحيدها دابا غادي نقطع بحال هيدا باش نعمل لها دي بوتي مورسو اي كنت غادي نضرب يدي الله يستر كما كتشوفوا شي بيتزا بالقرع حمراء هذه لا سوب دو بوتيرون تا هي ما كتعجبكش هي مرجعتي ديفيسي خصك تاكلي شويه ياك كتعجبك كتعجبك لا فيت الوين وي اي با بوتيرون تي دوال مانجي سي تي لا فيت دو الوين سانك كويير واخا اللهم خمسة ديال المعالق ولا والو خمسة هي عشرة غادي نعطيها كنقسم لها كل واحد كل جوج وحده ضروري شي هادشي بوطاج مع الجديدات الصغار غادي ندخلو دابور الفران لو فور عاد ابخي جو ميكس باش تجي فيه هذاك لودور ديال الفومي فهمتي تجي فيها الريحه ديال الفومي سي سا سرا ترو بون اوكي انتي درتي لي شارج ديالك بيتك مجموع شوفي غطيحي في الدرج نو جو في با كو تي تاسي كوم سا سي دونجور يلا نوضي من تما سالي عملي لي شارج ديالك جمعي بيتك وطوي حويجاتك اللي مصطح عملي في اللاجه هويا يلا لون شويه دابا ملي قلت لها جمعي عاد بان ليها هي التلوين الوغ هادو شنو عندنا معاهم يلا سير شويه ديال الزبيده فين هي الزبيده دابا البيغ ديال البيغ شويه ديال البيغ مع شويه ديال الملح والبزار هذه ديال كيف ما شفت معايا الاخرى غادي نزيد عليها رشه ديال الابزار مفرش على الفلفل الفخون هذا بحال هكذايا رشه ديال المليحه كذلك بيان سور كنستعمل هاد الملحه ديال الايمالايا الحمراء لي كريستو كتباع فاختو كتباع في لي غون سيرفاس كرويد فاس اكسيون لان هادي مزيانه للصحه مزيانه للعظم مزيانه لكلشي اخر غير الملح ماشي الطبيعيه ديال البحر شيميك فهمتوا هذيك ما صالحاش فوالا بحال هكذا شويه ديال الاعشاب المناسبه ما غنعملش عليها زيت الزيتون غادي نعمل عليها الزبده علاش حيت انا من بعد غادي نعمل الفولوتي ديالي مع الحليب الكوكو فما غيتواساش مع زيت الزيتون فوالا الزيت بحال هكذا واحد 20 غرام غادي نقطع مرصوات صغيورين وندخل الفرن غادي نبداو هنايا دونك خليت هاد لي ياغورت هادو كيعجبوني حنايا في الدار كناخذوهم فيهم لي مورسو اللي كاين زوينين هكذا فولوتي خديت انانا سيريز فريز وهذا فروي دو لا باسيون زوينين فروي دو لا باسيون تاع فرومبواز مي ما بقاوش كيعملوهم مده هادو ما عملوا الفرومبواز هذه كناخذ لا كاس كامله حيت الاسره كبيره الوغ هنا خديت لي كومبوت هادو زوينين البنات ديما كنوريهم لكم تعاملوا زعما معاهم وليو تستعملوهم لوليداتكم علاش لانهم اباس دو فروي ما فيهمش السكر وهكذا الوليدات كيعجبهم الباكاجين ديالو من داخل يعني بحال كتخدعوهم حسن ما تعطيوهم داكشي ديال الياغورت بزاف المشتقات ديال الحليب خديت بحال هكذا لي فرونجيبان صغارين كل وحده اونبالي بوحده باش الا تعطلت على بناتي في العشيه كيعجبهم ولا حتى انا مع قهيوه كتعجبني كنعمل لهم فلابوط باش في الربعه ديال العشيه كياكلوا هادشي ما كنعطيهش للمدرسه كنعطيه للربعه ديال العشيه وكاو كنت غنمشي عندهم حتى للخمسه ولا شي حاجه الوغ شنو خديت اخر خديت الفرماج هذا الي ما كنفطرش به الصراحه لانه مالح ولكن كنعمل به لي بات كنعمل به بحال هكذا المقبلات ديال الغداء ولا الا عندنا شي طاختين بالصومون غنديها معايا للخدمه كنعملها مع هذا الفرماج هذا ولا فيلا ديال فيا
دونك خديت لهم هنايا اكتيمل هادو يلا خرجهم. هاد الشيء ماشي مزيان للصحه الناس دونك ما تكثروش منه غير مره مره. مي هذا عجبني الزواق بحال هكذا فيه البوكيمون فيه مزوق فجبت لهم منهم جوج. دونك هذا البنات خديت هذا الفرماج كنعمل به الباك بالسكومبي غير السكومبي وهذا وشويه ديال لاكريم وكناكلهم غير انا وامين ما كيبغيوهوش البنات لانه فيه المذاق ديال السمن. هاد الفلفله هكذا مشويه كنستعملها بزاف. الطونجبت ديال الماء حيت ما لقيتش ديال الزيت. 12 بيضه واحد ساشيه ديال البطاطا هاد المدورين كنحتاجهم حتى هما والشوفلور كونجيلي هادو حيت باقا لي الخضره كونجيلي بيان سور اشلي عاد السخره حيت امين تسخر يومين دابا ولا 3 ايام وجاب ليها كلشي ولكن مشيت وجبت لها هادو حيت هادو عجبوها هاد لي ساشي مره اخرى. دابا حتى هي ولات وحده من العائله ضروري ما نساوهاش نجيبو لها الحويجه ديالها. خديت واحد الباكيه ديال لي بون كلاسيك التلاليه. هنا خديت جوج ديال الصوص هادي طوماطي فريتو هادي عاديه ما فيها لا مذاق لا حتى شي حاجه. كنشربوا الحليب ديال اللوز ولا ديال الشوفان مون بيو مي بعض المرات كنحلو كنخشي في الفريكو الفوقي كيضيع حيت كبير بزاف وما لقيتش قليعه صغيره نقدر نجيب هذا بحال كريم نقضي به. خديت واحد 200 غرام ديال الزبده نون صالي فرماج غافي شيدار كريم اي سكور في الدار وصافي نوتيلا مثلا البنات المايو فيلادلفيا فرماج بلون حتى هذا زوين بحال هذا بحال هذا شويه هذا زايد زعما المذاق مي بحال بحال ميم دي فوا كناكلو هذا دي فوا هذا غير هذا كنعمل به الوصفات. واحد بات سبيكولوز واحد البات ديال البيان كاكاوات واحد الزيتون نوار غنحتاجو اليوم البيتزا واحد القريعه الاناناس تبقى في الدار غنعمل لهم بيتزا اواين ما عرفتش ما يبغيوش ياكلوا لي اناناس و لا بوتيرون هاد الصغار ما يبغيوش. واحد باكيه ديال الياغورت ناتورال هادي كانت في الفريغو ما جبتهاش هي اللي استعملت دابا لا سوب. خديت دو زيبيناغ هادو كنستعملهم في لي بات مع الصومون ولا مع ولا غير هكذاك في كيسخنوا مع الا كنت غنعمل شويه لا بوري. واحد الريكوتا جوج فرماج ستيل فاش كيري واحد الايمونتال واحد باكيه ديال الكوف جوج ديال الفلون بيان سور موصلين الرسمي باقي عندي ولكن زدتو هذا ما كنستغناش عليه صابون القشوع واحد الصوص بحال هكذا بالبازيليك غادي نستعمله يمكن اليوم على البيتزا غادي نشوف شنو غادي نعمل. لاباط دو بيتزا خديتها واجده هادي خديت ثلاثه بغيتوش تشريوها من لي كروند سيرفاس راه كتبعتها عند العرب عند السوق بحاجاكم لي كوبيل. وهاد لي لانجيت كنحطهم عندي الفوقيه في الحماميه في الدغيسينغ باش الا طاحت شي حاجه ولا توسخات شي حاجه كنمسح بهم دغيا. دونك جو بونس هادو هما لي كورس ديالي اللي خديت اليوم. وخديت الماء هكذا سته ديال القريعه ديال الماء صغار غادي نطلعهم الفوق هادو لي فريغو ديالي سيتو. هاد شويه السخره اللي خديت 100 الاورو والله العظيم 100 الاورو خلصت هاد شويه السخره يونكوغ اغلبيه ديال المنتوجات الاقتصادي صاحبتي تاخرت جو بونس 250 وحتى انا السخره ديالي ديال الاسبوع اللي كيجيب امين واللي كنجيب انا الكبيره بين 200 300 كلشي ولا غلا كلشي مدوبل ماشي حنا كنشريو بزاف لا كنشريو انتم اغلبيه المنتوجات الاقتصاديه مي فريمون كلشي غلا. على البيتزا استعملت الباط بحال هادي سينو هي كتشريها مربعه كتجي بها البيتزا فنه غادي نتشك الباط ديالي هنايا غادي نوجد البيتزات عاد نكمل شغالاتي باش بناتي يتعشاو في الوقت. الوغ هادي البنات ما غنعملش فيها بزاف ديال المكونات حيت ما كيبغيوش الخضره بزاف سيرتو الصغار. غادي نعمل لاصوص طوماط بحال هكذا هادي شريتها من كولغوت ماشي واو زعما كيمزيونه فيها الاعشاب المناسبه ديريكت وحتى طيب البيتزا ديالي عاد كنزيدها زيت الزيتون فوالا بحال هكذايا نزيدو شي شويه باش تجي كولا لاباط ديالنا مدهونه. لقيتيها لينا؟ نو اجاني سينو دوموند سيرين ولي جمع لا فيسيل حيده جمع فريغو جيبي طون ويام فرماج غابي وجيبي لوريغون من تما صحتك هو في الفريغو سا دون انفي ان اكتيميل ماشي في الليل غتشربي ماما اكتيميل سي با بون بور لا سونتي حتى الصباح داكوغ Oh, je t'avais fait une pizza cœur. Hein? Une pizza cœur. T'as envie d'une pizza cœur? Ouais. D'abord, je vais chercher la pâte, on va te couper en forme de cœur, on a dit pizza cœur. Non, mais faut juste prendre et faire de la pâte. Là, ma brique, je n'ai même la pâte, j'ai pas le temps. Ben, un autre jour. Je chérie, hein, maman, je chérie la pâte, j'ai pas le temps, tu veux dire. الو شويه ديال الزيتون ما غنكثرش في هذه الزيتون حيت هذه كنبان لي واه سمعتوها قالت لكم ما كتعجبهاش لي زوليف ديك الساعه نحيدوا لكم انت لي زوليف سيرين ولينا كيعجبهم يا
يعني كيعجب عليا فيها الدم مغربي وقريبي عرفتي عليا كتاكل زيت الزيتون كيعجبها كلشي افان النكهه دائما سيري اللي كانت عندي صغيره البنات والله العظيم كنا كنكونوا في كاسه براطه في المغرب كنمشي نتسخر مثلا مع ماما وكنشري ولا دائما صاشيه الزيتون ديالها بوحدها كتاكلها في الطريق معروفه كتحمق على الزيتون صافي هادو هادشي اللي غادي نعمل ليهم غادي نعمل رشه خفيفه د البزار ورشه خفيفه د الملح حيت الطونات اللي طالعين والفرماج وغندخلها لهم الفران الا عمرت اكثر هويا ما غتبغيهاش هادو لي ها انا درت تعمل فخره هادي خصني نردها دغيا ماما اوكي اوكي شوفي يلا هاك كيفاش زليها بصراحه يلا يلا صافي يلا سيبك شتي تري بيان صافي صافي الفرماج صافي وغادي نزيد فوق منها شويه ديال الاعشاب منتسمه ولا شويه الصحتر اللي بغيتو وتطيب عاد نعملو عليها زيت الزيتون هلا هنايا غادي نعملو البيتزا ديالنا حنايا دونك انا وسيرين ولا انا ولينا كيعجبهم الكبار ما عندهمش المشكل في الخضره غير هويا ملي شي شويه عندنا كترفض الخضر كامل هلا غادي نقطع شويه فليفله عملوها بحال هكذا بلا ما تدوزوها في المقله راه هو كيطيحها سينو الا بغيتو هذيك اللي وريتكم القريعه اللي في الفريغو كتشرى واجده فيها 600 غرام ديال الفليفله نقيه ناضيه شويه باقي فيها ريحه الدخان ماشي خايبه للصحه لان ماشي في البواط المعلب قريعه ديال الدجاج هذيك كتجي فريمون طايبه بشويه مزيان وي نشوف لا ديهم لو بيوندوري ماما هويا قالت لك هي كترجع لينا باش عليهم مغسولين كلشي خدام الاخرين كيحفظوا علينا 8 داكشي علاش تكون كتجري كنبغي هاد الصغارين 8 ونص بسعود كاع غرو ماكسيموم 8 العصر هويا ديالي مسكينه كترجع للقشر برافو ديدا كتعاون ماما برافو مون كور شويه ديال كتجمعي التيغوار كتجمعي التيغوار لخاطر المعالق مقلوبين طاحت عندك ضرب يدك ديك الساعه نجبد انا خليها عندك خاف تحني وتضرب في شي موس خليها هويا خليها سي دي كوتو تي توش با كاينين تما لي كوتو يا با وما عليش ما تحديش تنجبد انا صافي بركه من الزيتون الوغ حتى هذه نفس الشيء غادي نشك بعدا شويه لاباط ها غادي نعمل ليها لاصوص ديالها الحفيظ سلامه نعسو كوشلو لابا كوشلو لابا وما تحديش صافي نزلو غير تما فيني برافو الله الصحه ديدا وبلاتي نكمل وغادي نشوف الخدمه ديالك لا خليه تما ماما ديالي ما كنبغيش نعملهم في التيغوار ديال الكوفير كترول لي المجر وما كيعجبنيش تما بعدا التيغوار ديال الكوفير لا خليه فين كان ماما الاول وي جيبي لي اونكور اون بوات دو طون صافي هي كاينه هنايا اون بوات دو طون كاينه ميتر ان بو واخا لا انت حليتي القطه ما غسلتيش يدك يا كوكتا سيتي 3 طون فان 4 Il y en avait encore, c'est pas moi qui ai acheté 4, c'est qu'il y en avait encore. Il y a beaucoup de recettes de pizza. Je vais mettre ton chit en zéro. Maintenant, j'ai recette de pizza. J'ai recette de pizza avec le djaj, ou l'ananas, ou le flic. Quand j'ai dit que tu as 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 dit que هادو ديالنا تو شتي ديجا في لاتيان اللي هو فريغو ديالك ود عاليه فريغو وفوق هادي ديالنا حنا الكبار انا مانجي نيدت سال باوي مع لا سوب الا كليتو لا سوب وي سمنا مانجي لا سوب اه ومري خاصك خمسة د المعالق قطع عقل عليهم كل جوج غنقول له وحده وي 6 سا سخام جو سري كونتون هي مليحه 6 باوي نكون فرحانه الا كليتي 6 شويه بزار
un peu de poivre. Mmh. Papa, il a dit que le truc avec le poivre, le cran, uh-huh. et, il était cassé et qu'il devait tout manger. انت غتاكلي الحر كامل قلب وي ما ديتها نزيدو عليها الفرماج ندخلوها طيب تقدروا تخليو الفرماج حتى تكون عليه طيب البيتزا مي ما عنديش انا كاجي نقايص نو غادي غادي نشوف ملي طيب غادي نزيد شويه وكذلك غادي نعمل عليها شويه ديال الاعشاب المناسبه اي اون بليس توت لو فيغ فوالا بحال هكذايا الو الغزاله ديالي بحال هكذا كطيب الخضيره ديالنا شفتوها كي كتجي معلكه بديك الزبده عرفتوا كتجي لاصوص بهذه الطريقه خطيره و الا كانت كونتيتي غير قليله بحال هكذا دغيا كطيب الا كانت كونتيتي بزاف اللي ما كتطيبش بسهوله الو نعملوا كلشي في البلاندور كنحاولوا نهبطوا هذاك الزبده باش كتجينا من السما بالزبده هكذا هكذا الا كليتوهم هكذا في الفران كيجيو لذادين غير هكذا مع شي ان مورسو د صومو قطعوا خضيره تعملوا لها الزبده ومليحه بزاف ترفقوها بواحد المورسو ديال الخيط ولا ديال الدجاج كتجي خطيره فوالا صافي على جمعي اتاي هنا غادي ندير فيها شويه الماء باش تطحن لي بسهوله الغزالات الفولوتي ديال القرح حمراء هذا اللي كيجيب الحليب د كوكو خاصو يبقى ثقيل يعني ما خاصوش الماء بزاف كنزيدو عليه تقريبا شي نص يترو ولا نص يترو بركه ديال الماء مع داك شويه ديال المريقه اللي كانت باش تبقى لا سوب ديالنا ثقيله مع غادي نزيدو عليها كذلك داك الحليب د كوكو حتى هو غادي يجريها باش كتستافدوا من بحال وجبه يعني كتكون لوغ تقدروا تاكلوها مع شويه الخبز فيه الثومه والزبده ومدخل الفران ولا الثومه وزيت الزيتون يا سلام بنات لاصوب ديالنا وجدات كتجي بحال هكذا ما خصهاش تكون خفيفه بزاف باش كيجي داك المذاق ديال الفيمي يعني فيك ما نقول لكم شي هي الطنجره غنحطها البنات وكذلك وكذلك البيتزا ديالنا كتجي فنه لا بات اندستريال اللي تري بون هادي بلي ليفينت وهادي اللي عملت البنات ديال ملي كتجي فلوتي كتحمق لا كولور ديالها اورانج بحال هكذا فنة غير هي خصها تبقى ثقيله باش كتبقى مشبعه بهذاك الريحه ديال الفم ديال الفران الغزاله ديالي غادي نشد معكم الفيديو هنايا ونقول لكم تصبحوا لي على خير والى فيديو مقبل باي باي وما تنساوش نعاود نذكركم انكم خاصكم تستغلوا دائما الموسم اللي كتكون فيه الخضره اولا الفاكهه ديالنا موجوده كتكون صحيه اكثر المذاق ديالها احسن والثمن ديالها ارخص اكيد باي باي